اليوم رجعت لكم بحركه جديده لمتابعين التايكواندو، مبتدئين التايكواندو، ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله رح تستفيدوا منها. لا تنسوا تتابعوا الفيديو للاخر لحتى تشوفوا كل تفاصيل الحركه من البدايه الى النهايه. ولا تنسوا الاعجاب والاشتراك بالقناه ومشاركه الفيديو ليوصل لاكبر عدد من الناس ويستفيدوا منه الكل. تمام؟ طيب، حركه اليوم اسمها برمبال تولوجيكي، يعني القفز وضرب الرجل الاماميه. البرمبال تولوجيكي يعني اسحب القدم الخلفيه مكان الاماميه وارفع الاماميه عشان اضرب فيها. تمام؟ واحد اثنين، ارجع مكاني. واحد اثنين. طيب كيف بدي اسس الحركه هاي؟ البرمبادولوجيه كيف بدي اسسها؟ شو بدي اضربها صح؟ شو بدي استخدمها بالفايت بالقتال صح؟ خليكم معي. انا من هون رح ابلش من الحيط للجدار، اوقف فيها شكل شكل جانبي، احط ايدي اليمين على الجدار، بايدي اليسار ماشي، رح اضرب بالاجر الاماميه. تمام؟ عمليه سحب الخلفيه لعندي الاماميه وارفع الركبه الاماميه بهالشكل، بعدين اضرب وارجع مكاني. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. طيب أنا رح نعملها بشكل قفز سريع، لأنه ما بينفع واحد اثنين بهالشكل، لا رح تكون فيها قفز سريع، سحب سريع. واحد أول حركة، أرجع مكاني. لازم نعملها بهالتفصيل بالأجزاء هي. واحد سحبت ورفعت مباشرة. شايف الركبة؟ من هون لازم تبدأ. ارجع بيها سحبة سريعة بالخلفية وترفع بنفس الوقت الرجل الأمامية. واحد تمام. هلا الأمامية ضربت فيها. اثنين شوف وين رجعت؟ ضربت ورجعت. ثلاثة رجعت بنفس المكان. أرجع بيها. واحد سحبت ورفعت ركبة. اثنين ضربت ورجعت. ثلاثة زدت أمام مكان. واحد سحبت الخلفية ورفعت الأمامية. أنا حطيت إيدي على الجدار مشان أسس صح. تمام؟ عشان نرتكز صح يكون في توازن للجسم صح. اثنين ضربت ورجعت. ثلاثة نزلت. ما بينفع ارفع رجلي هيك وارجعها هيك. لازم تطلع الركبة. واحد رفعت الركبة. من هون نبدأ الضرب. اثنين ضربت. ثلاثة نزلت. واحد رفعت. اثنين ضربت. ثلاثة نزلت. تمام؟ بعد ما نحسس صح نعمل الاجر الثاني نفس الحد. أنا هون الاجر الخلفية من قريب من طرف الحيط اسحبها بسرعة عند الامامية وارفع ايش؟ الامامية بنفس الوقت. اثنين ضربت. ثلاثة نزلت بسرعة. رجعت شوي مثل ما كان. واحد سحبت الخلفية مكان الامامية بسرعة. اثنين ضربت بسرعة. شوف الركبة بعد الضربة وين راحت؟ مكان. ثلاثة رجعت مكان. واحد سحب سريع ورفع الركبة. اثنين ضربت ورجعت الركبة مكاني. ثلاثة رجعت مكاني. تمام؟ عامل حركه الطرف اليسار 20 مره، طرف اليمين 20 مره. تمام؟ بعد ما اخلص احرك شوي خصلي هون. اريح شوي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عكس. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طيب لما ارجع الطرف الامامي الطرف اليسار قدام، الرجل اليسار قدام. انا هون هلا بدي اضربها بشكل شوي اسرع. ما بدي اعمل واحد بعدين اثنين بعدين ثلاثه، لا بدي ايش؟ اعملها شوي بشكل سريع. واحد اثنين وارجع. واحد اثنين هي واحد. 1 2 3 اثنين. شوف ما عرفت ركبتي سحبت هي ضربت رجعت ورجعت مكاني. مع سحب الدش اللي ورا رفعت الاماميه بسرعه ضربت فيه رجعت مكاني زي ما كنت مثل ما كنت. واحد رجعت. اثنين رجعت. شايفين؟ ثلاثه رجعت. في عمليه سحب. البرمبه هي عمليه سحب وضرب الاماميه. يعني هلا الحركة هي نفسها بدي اضربها مثلا على الخصم اللي قدامي او الهدف اللي قدامي. انا واقف بهالشكل وضعية القتال، الاجر الخلفية هي اليمين، الاجر الامامية هي اليسار. راح اسحب اليمين على اليسار، شوف واحد اثنين رجعت قدامي. نفس الحركة كنت اخذها على الجدار بدي اخذها من دون جدار عشان امكن حالي صح. اوقف جسمي صح، اتعلم توازن جسمي صح اثناء الضرب. انا هون وضعية القتال تمام؟ واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. جدا مهمة للأساسيين مبتدئين تايكوندو، جدا مهمة الحركة هاي. أنا هون واحد اثنين ثلاثة. الحركة هاي بنستخدمها لما يكون الخصم بعيد عننا. تمام؟
انا كنت هون عم بلعب مع واحد بالبطوله او بالفايت او بالمضاربه، انا واقف هون، اذا كان بعيد عني اذا عملت هيك ما رح اوصل له لانه بعيد، فلازم ايش؟ انط استخدم اجر خلفيه عشان سحب سريع واوصل للامام. اوكي؟ برن بار تولي تشيكي، برن بار تولي تشيكي، يعني السحب بالخلفيه والركله بالاماميه. جو وارجع. نفس الشيء اجر يمين، انا هون. اليمين هي قدام، تمام؟ سحبت الاجر اليسار اضرب يمين وارجع. نفس الحركه، سحبت الخلفيه ضربت الاماميه ورجعت. فاهمين؟ لازم جسمي يكون جانبي، وضعيه القتال. اوكي؟ انا هون. جو ورجعت. جو ورجعت. لما يكون بعيد عني لازم اهجم عليه. جو ورجعت. اوكي؟ جو ورجعت. البارن بال من اهم الحركات الاساسيه تبع لاعب التايكوندو. اوكي؟ انا واقف هون جاجر كوني راجل جنبي جو. اوكي هلا رح ارجع اضرب مره ثانيه. ارجع هاي خمس مرات يمين خمس مرات يسار. واحد جو خلصت. اثنين جو ثلاثه جو اربعه جو خمسة جو خلصت اليسار اجري من نفسها. واحد جو ورجع. اثنين جو لاحظوا اجري الخلفية عم تسحب على الأمامية. ثلاثة جو أربعة جو خمسة جو. تمام؟ الحركة هاي جدا مهمة ولازم أرفع الركبة عشان أضربها صح. إذا ما رفعت الركبة رح تضرب على الرجول على الإجرين. هذا شيء غلط للاعب التايكوندو. لازم تتعود على طول كتفك عالي عشان تضرب على الوجه على الراس. واحد وانت تتحكم بالضربه. لما نتقنها صح نصير نستخدمها هون. 1 2 نفس الحركه. 1 2 وحده تحت وحده فوق، وحده معده وحده راس. 1 2 وحده بطن وحده وجه. 1 2 ارجع هون. 1 2 اوكي. 1 2 1 2 تمام؟ ان شاء الله يكون عجبكم التمرين. عيدوه في البيت اكثر من مره. ضلوا عيدوا في الاساسيات، اول شيء على الجدار 20 يمين 20 يسار بالحركه المفصله. واحد ارفع ارجع الف يمين بسرعه. انا هون واحد رفعت. ليش؟ عشان اثبت اشي على الارض صح. رجلي مرفوعه ما بصير تنزل ركبه هيك، لازم تكون مشدوده. ايدي على الحيط عشان ارتكس. الركبه الاماميه مرفوعه، ايدي هون ثابته. اثنين ضربت، ثلاثه رجعت سحبت مكاني. واحد هجمت لقدام، اثنين ضربت، ثلاثه رجعت. لما نخلص الحركه هي 20 مره ابدل. كمان الاجر الثاني 20 مره، واحد اثنين ثلاثه. واحد اثنين ثلاثه. 20 مره يسار 20 مره يمين، بعدين ايش اجي؟ هون او هون. عشان نتقنها صح، واحد رجعت بدون ما احط ايدي على الجدار، اثنين رجعت وضعيت القتال على طول. اسحب الخلفيه وارفع الاماميه واضرب فيها، ضرب الاماميه بس. برنبار تولي تشيكي، غسلت شوي. واحد رجعت، اثنين رجعت، ثلاث. اوكي؟ ان شاء الله تستفيدوا منه. اي سؤال او استفسار اكتبوا لي على التعليقات لحتى اجاوبكم عليه. اي شيء يخص التايكوندو كمان حطوا لي على التعليقات لحتى اقدر افيدكم. اوكي؟ لا تنسوا الاعجاب، متابعه الفيديو ومشاركه الفيديو ليوصل اكبر عدد من الناس. ودي دعمكم. انتظروني كمان بحركه جديده ان شاء الله تعجبكم. سلام عليكم.